أنت تاجر وابن خير وتريد تسوي مشروع ينفع المجتمع، استشير أهل العقل في المجتمع، شوف شنو هو الأمور اللي تنفع المجتمع، أسسها. كل واحد يريد يسوي خير بنى مسجد، زين بناء المسجد. كل واحد يريد يسوي خير بنى حسينية، هم زين يبني الحسينية، لكن قد يكون المجتمع في حاجة ماسة إلى قضايا أخرى. الحمد لله المساجد موجودة والحسينيات موجودة، ولا يوجد عندنا نقص لا في المساجد إن شاء الله ولا في الحسينيات. صاحب خير تريد تنفع المجتمع، تبنى أمور أخرى تنفع المجتمع، ساعد في تثقيف وتنمية المجتمع، ساعد في أمر الشباب يروح يدرسوا ويكملوا دراساتهم، دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، هذا خير كثير، لأن من خلاله يتقوى المجتمع ويثقف المجتمع، وإذا تثقف المجتمع وتقوى المجتمع رجع بإيجابيات كبيرة جدا عليه، إيجابيات ثقافية فضلا عن الإيجابيات المادية.